السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهاردة سهل وبسيط زي ما انتم شايفين، يا رب يعجبكم. طبعا هنعمل حاجة لأولادنا كلنا بيحبوها ودايما بنشتريها لهم من بره. النهاردة بقى هنعملها في البيت زي ما انتم شايفين، عادل ماسكها في ايده اهو، وعاملين منها كذا لون وكذا شكل وحاجات جميلة جدا جدا. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وكمان مقاديرها سهله جدا جدا، مش تشتروا اي حاجه من بره خالص، معموله بمكونات موجوده في كل بيت. بصراحه يعني حاجه تحفه من الاخر. هنعمل زي ما انتم شايفين كده السلايم اللي اولادنا كلنا بيحبوه. طبعا زي ما انتم شايفين هو حلو جدا جدا، والوانه كمان جميله قوي. عادل بصراحه بيحبني ان انا اعمله له، ف لما قررت ان انا اعمله في مرة واوريكم الطريقة، لو حابين انتوا تعملوه لاولادكم وحاجة بسيطة في البيت ويفرحوا بيها ويفضلوا يلعبوا بيها طول اليوم، بيبقوا مشغولين بصراحة بيها طول الوقت، ويعني هيريحوكوا بصراحة. خلينا بقى كده نشوف احنا حطينه ايه واستخدمنا ايه. اول حاجة هنا انا حطيت نص كوباية دي، طبعا بقى على حسب الكمية اللي انت حضرتك هتعمليها، فزودي بقى المقادير براحتك، هي مش مقادير محددة يعني. خلاص احنا بنعجن عجينة عادية جدا جدا جدا، شوية دقيق شوية مية، وهنحط كمان زيت. زي ما انتوا شايفين انا عمالة ازود مية تدريجيا. عايزة اقول لكم بقى، لو بتشوفوا القناة لاول مرة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل اشعار باي فيديو جديد بينزل في القناة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وانا متأكدة ان شاء الله ان هو هيعجبكم، بس تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان انا متأكدة ان هو هيعجبكم. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى انا عمالة احط مية كده تدريجيا لحد ما تتكون عندي عجينة متماسكة وما تبقاش بتلزق كده خالص خالص. احنا مش عايزينها بتلزق، احنا عايزين عجينة زي السلايم بالظبط. خلاص طبعا هي دي مش الطريقة الاصلية، بس حاجة يعني احنا بنحاول برضو ان احنا نفكر ونبسط الامور ونعمل حاجة من البيت صحية، حاجة نظيفة واثقين فيها اولادنا يلعبوا بيها براحتهم، مش يعني مش هتبقى ضرر على ايديهم او حاجة. زي ما انتوا شايفين هنا بدأت احط شوية زيت عشان تلم معايا، الزيت اساسي في الوصفة دي علشان يخليها، هو دوت اللي هيخليها معاكي كده بتمط كده شوية وطرية خالص ومش بتلزق في الايد طول ما هما بيلعبوا بيها وكده. خلاص هنفضل بقى نعجن فيها كده وندخل فيها الزيت. طبعا ده محتاجه زيت تاني هنحط، هي بتتشرب زيت يعني، كل ما تحطي زيت بتلاقيها بتتشربه، بس برضو بيديها بتفضل طريه يعني. انت كل ما بتزودي زيت بيخليها تبقى طريه اكتر واكتر. تمام خلاص هي كده مش محتاجه ميه، بس بصوا بقى هي قعدت تلزق كده معايا شويه، فهزود لها شويه من الدقيق تاني. شايفين ان انا عايزاها تبقى متماسكة خالص زي ما شفنا مع بعض في اول الفيديو. هنزود شوية دقيق كده ببساط، حاجة بسيطة جدا، ونعجن نشوف هنحتاج تاني ولا لا. طبعا عادل بقى قاعد جنبي ومستني السلايم يخلص في اسرع وقت لانه بيحبه جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده هحط شوية تاني من الدقيق ونعجن كده تاني اهو. سهلة جدا، مش تاخد معاكي وقت خالص. تعملي حاجة تفرح بيها اولادك بكذا طريقة وبكذا شكل، واقولك ازاي تلونيها لو ما عندكيش حتى الالوان الجل اللي انا هحطها. بس فزي ما انتوا شايفين كده برضو هحط هنا شوية من الدقيق تاني علشان تبطل ان هي تلزق وتسيب ايدي تماما يعني. انا مش عايزاها تبقى متماسكه في صوابعي زي ما انتم شايفين كده، كل ده هيفك دلوقتي. هحط بقى شويه زيت تاني عشان نلم بيه بقيه العجين والدقيق كده. طبعا كل حاجه يا جماعه ضيفوها تدريجيا علشان تظبط معاكم. خلاص بصوا بقى، بصوا انا بوريكم ثابت ايدي خالص، كل اللي كان بيلزق لازق في ايديا بيطلع اهو. شايفين بصوا بقى
طرية جدا جدا، و يعني حاجة كده تحفة من الآخر، مش عارفة أوصفها بصراحة. بصوا بقى الخطوة التانية، لو انتوا عايزين يبقى ريحتها حلوة وجميلة معاكم، ممكن تدفولها كيس فانيليا او شوية من الفانيليا السايلة زي ما انا عملت، حاجة بسيطة جدا عشان تخلي ريحتها حلوة وجميلة. طيب مفيش فانيليا، ممكن رشة برفان هيديها ريحة برضو، رشي عليها كده رشة برفان، بس يعني مش في الخطوة دي، وانتي بتضيفي المية للعجن رشي رشة البرفان فيها علشان تبقى ريحتها حلوة وتعرفي في نفس الوقت تعجنيها، لانه يعتبر البرفان برضو زيه زي المية، فايه عشان نبقى متحكمين في كل حاجة بنعملها. خلاص انا كده دلوقتي بحاول ان انا ادخل ريحة الفانيليا فيها كده كلها، فبعجنها كده على ايديا كويس. بصوا بقيت متماسكة، انا حاولت ان انا اخلي الفيديو كله ورا بعضه كده علشان تبقى كل حاجة واضحة قدام حضراتكم وما بقاش حذفت اي حاجة من الفيديو. جبت بقى هنا كده اطباق علشان هقطع السلايم بتاعنا ده لتلات اجزاء، او العجينة بقى، احنا مش هنقول عجينة هو سلايم، فنقطع بقى كده السلايم زي ما احنا عايزين. طيب يا نورة عايزين نلونه دلوقتي نعمل ايه؟ بصوا بقى الالوان دي حاجات سهلة جدا جدا، مش شرط يبقى عندك الوان الجل اللي هي بتاعت الكيكات والاكلات والحاجات دي. انا استخدمت ماجيك خلاص، لان هو عندي منه الازرق والاحمر، فدول هستخدمهم، هحط كده نقطتين. ما عندناش جل بقى نعمل ايه؟ يا ممكن تشتري من عند العطار بجنيه واحد بس او باتنين جنيه، هيديكي كمية حلوة يعني، بودرة دم الغزال اللي هي البودرة الحمراء. طيب مش عايزين نشتري وعايزين نعمل من البيت، هستخدم في تالت عجينة شوية من الكركم. مفيش بيت يا جماعة مفهوش كركم، الكركم دوت هيخليها تبقى لونها اصفر. خلاص هنحط مثلا منه حوالي نص معلقة او على حسب الكمية. بصوا انا حطيت شوية، ولما بدأت ان انا اعجن فيها برضو حسيت ان لسه لونها فاتح شوية، فغمقتها بشوية تاني، هتشوفوا دلوقتي. طيب لو مش هنشتري دم غزال وعايزين نستبدل اللون الاحمر، يبقى البابريكا. البابريكا لون احمر، تقدر ان انت تحط شوية من البودر ده على العجينة بتاعتك. عايزة اقول لكم حاجة، ان انت لما بتحطي اللون بتبدأي ان انت برضو تزودي شوية من الزيت تاني علشان تعجني، لان البودرة والحاجات دي بتبقى يعني بتنشف العجينة شوية، واحنا عايزين العجينة بتاعتنا او السلايم بتاعنا يبقى طري. زي ما انتوا شايفين انا زودت هنا برضو، حتى الالوان الجل اللي انا حطها احتاجت برضو ان انا ازود لها شوية من الزيت، هو الزيت زي ما قلتلكوا اساسي فيها. طبعا دي مش وصفة اساسية للسلايم، في ناس بتعمله بحاجات تانية كتير جدا، بس دي افضل طريقة ان احنا نعمله بكل سهولة وما نشتريش اي حاجة من برة، ونعمله من البيت وباشكال والوان مختلفة. عايزة اقولك كمان، انت ممكن تلونيه بودرة الاي شادو، لو عندك اي شادو اللي هو بيتحط الالوان اللي بتتحط فوق العين، ممكن تكسري كده شوية يعني بأي حاجة حادة، سكينة مثلا، وتلوني بيها العجينة بتاعتك، برضو هتديكي اللون اللي انت عايزاه. ممكن تدمجي بقى مثلا البابريكا على الكاري، اصفر على احمر مثلا، وشوفي هيطلع لك مثلا لون اورنج، وتحطي الاحمر لوحده يبقى معاكي لون احمر، والاصفر لوحده يبقى معاكي اصفر، عملتي ثلاث الوان اورنج واحمر واصفر من لونين. فيا جماعة بصوا بقى ابداع. انا لو حطيت برضو كمان نقطتين من الاحمر ونقطتين من الازرق على عجينة واحدة بيديني لون موف. خلاص فشكلوا كده بقى وابدعوا، وغالبا الاصفر والازرق هيطلع لكم لون اخضر غالبا يعني، مش متأكدة، بس تبقى كمية بسيطة جدا علشان نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينها. خلاص انا قلت لكم بقى كده الوان كتير وافكار كتير، نلون ازاي، نخلي ازاي ريحته تبقى جميله. كمان ممكن نستخدم في ان ريحته تبقى جميله ميه الورد. خلاص ميه الورد برده حلوه جدا، هتدي له ريحه حلوه عشان يبقى ريحته جميله، واطفالنا حابين ان هم يلعبوا بالحاجه دي. وكمان هقول لكم برده، هوريكم دلوقتي في الخطوه اللي جايه ان شاء الله. بعد الخطوة ديت انا هنا بعجن اهو كده في اللون الاصفر، زودت له شوية من الكركم علشان اعزز اللون الاصفر شوية. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ حلوة جدا.
بص ما بتلزقش في ايدي خالص. طبعا اللون الالوان اللي في ايديا دي هتروح عادي جدا. بصوا بقى اهي بتمط وحلوة جدا، الاولاد هيفرحوا بيها جدا جدا جدا، صدقوني جربوها مش هتندموا. هتقعد معاكي مثلا حوالي 24 ساعة طول ما انتي محافظة عليها مثلا وبيلعبوا بيها، او ممكن لو عايزين يسيبوها شوية يبقى في علبة ليها غطا وتحطيها في علبة ليها غطا علشان الهواء ما ينشفش العجينة دي، فلما تقفليها في حاجة محكمة الغلق كويس مش هتنشف معاكي. بس يعني ممكن مثلا تقعد 35 ساعة لو انتي بقى محافظة عليها مثلا، او 40 ساعة لو انتي محافظة عليها وبتغطيها بعد ما بيخلصوا لعبه وكده. بصوا شايفين برضو اللون الازرق، انا كل ما بعجن في العجينه كويس جدا واحط زيت كل ما بتبقى طريه وبتمط معايا اكتر واكتر خلاص. فانتوا برضو تقدروا تتحكموا في الخطوه دي. بصوا بقى الخطوه اللي جايه، هجيب كده شويه من الجليتر، يعني ممكن نشتري مثلا بخمسة جنيه بثلاثة جنيه، وممكن كمان يبقى عندنا في البيت منه من الجليتر ده خلاص، ونحط كده، او ممكن نستخدم السلايم كده بس خلاص ويبقى كده جاهز معانا. بس عشان نخلي اولادنا يحبوه ويبقى زي الجاهز بالظبط وما نشتريهوش، لان الحاجات دي برضو عارفين ان هي بتبقى غالية، فهحط كده شوية من الجليتر بقى كده عليهم التلاتة. طبعا تقدري تشتري اللون اللي انت عايزاه، بس انا اصلا ما اشتريتش جليتر ولا حاجة، انا كان عندي اللون الذهبي فاستخدمته عادي جدا. ممكن تشتري بقى الالوان اللي انت حباها. ممكن برضو بقى عارفين الكور الصغيرة السفنج دي اللي بتبقى جاية في الهدايا، هنعجن كده بيها ندخلها في السلايم، بتبقى جميلة جدا 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 بصراحة، عجبني قوي. وعادل مبسوط يعني منبهر اساسا ان هو كل ما يعجن كده فيها كور، ويعني مسلية للاطفال جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. بصوا شايفين اللون الازرق عامل ازاي بقى، حلو قوي. الكور والجليتر اداله شكل حلو و يعني مسلي قوي ان الاطفال يلعبوا بيه، وشايفين اهو بيمط خلاص. انا عادل بيفضل يبططه كده بقى على مثلا بديله صينيه يلعب بيها، او ترابيزه الرخام يقعد يلعب عليها، وبعد كده بمسحها بغسلها بالليفه والصابون كويس طبعا، لان السلايم فيه زيت وكده عشان ما يبهدلش الدنيا. زي ما انتوا شايفين بقى كده عادل ما صدق اخد مني السلايم خلاص، وبصوا ما كانش عايز نلعب خالص معاه، ماسك التلات الوان وعمال يلعب بيهم، مش عايزني، انا بحب بصراحه العب بيه لانه مسلي جدا، ومتاكده ان هو يعجبكم ويعجب اولادنا كمان، وحلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش بقى تفرحوني وتعملوا لي لايك وتعليق، لايك طبعا لو حبيتوا الفيديو، وتشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوا القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد دايما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.